المفتاح اللي بيعمل لود داتا بيرجعه لتلاتة، والمفتاح اللي كان بيعمل ريسيت بيرجع الكاونتر لكام؟ لزيرو. لو انا فضلت عملت الريسيت هعرف اعد؟ لو عملت اللود داتا هعرف اعد؟ عشان كده اللود داتا والريسيت مش صح ان هو يكون مستمر. اوكي، يعني هنيجي في بعض الاوبريشن نلاقي احنا مضطرين نحط هنا ايه؟ بوزيتيف ايدج عشان نحل مشاكل، خاصه لما يكون التايمر بيبعت لك حاجه، انت مش هينفع تزعق التايمر ان هو فضل قافل، بس ممكن اسيبه قافل بس اخلي التاثير بتاعه ايه؟ خلاص عمل ريسيت وشكرا. امتى ممكن اسيبه مستمر من غير بوزيتيف ايدج؟ لو كان ريسيت، انا عايز اعمل ريسيت للمصنع كله ايمرجنسي، اوقف المصنع كله، فساعتها اه ما احطش بوزيتيف ايدج، المصنع كله يبقى واقف، مش انا اعمل له ريسيت وحد بيروح يعد. اوكي، ده الشكل بتاع الكاونتر الاب داون اسمه سي تي يو دي، مثلا سي 150، بلاش 150 عشان يشتغل، سي مثلا 50 عشان يشتغل مع الاثنين. اوكي، بيعمل كاونتنج اب ويعمل كاونتنج داون ويعمل ريسيت وعنده بريسيت فاليو القيمه بتاعته. الكاونتنج اب مثلا المفتاح اللي هيعدي بيه اب زي الاي 0.1 مثلا، اللي هيعدي بيه داون الاي 0.2، اللي هعمل بيه ريسيت مثلا الاي 0.0 القيمه بتاعته 5. لا، لان هو هقول لك، لان هو ما دام ريسيت معناه ان هو بيبدا من كام؟ من زيرو، فده بيبدا من زيرو. اوكي، لما يوصل للخمسه النقطه الاوبن سي 50 مثلا او النقطه الكلوز سي 50 هتغير وضعها، فلان يشتغل وفلان يطفي مثلا كي 0.6 وكي 0.7. هنا عمل ايه؟ لما دوست على الاي 0.1 بدا يعد 1 2 3 4 عند 5، راح عمل ايه؟ غير دول عشان ظبط على 5، كملت 6 7 هيفضل محتفظ بالتغيير. الاب عشان اجيب مارشديل ما كانش فيه مارشديل، كان الحل الوحيد ان اعمله ايه؟ ريسيت اصفره. هنا ممكن اعمل ايه؟ مارشديل. احنا واقفين عند 6 يبقى 5 4 نزل تحت ال 5 فجرى له ايه؟ فصل. صح، 3 فضل مفصول، 2 فضل مفصول، كملت اب يبقى 3 4 5 رجع تاني غير 6 7 وهكذا. ليك ماكسيمم بالبوزيتيف وليك مينيمم بالنيجاتيف، عشان كده عمل لك الماينس في الكاونتر. الماينس مش نيجاتيف اللي هو الماينس، المينيمم بالماينس ناقص 32767 اللي هو الكاونتر الدوري، عشان كده قال لك الميموري بتاعته سايلنت. اوكي، عشان كده تاني الكاونتر هنا بيعد انتجر وورد ساين ارقام صحيحه على ميموري حجمها وورد بطريقه الساين بوزيتيف ونيجاتيف. يعني دوست اب هيعد 1 2 3 4 وهكذا، داون يرجع مرشدين 3 2 1 0 ناقص 1 ناقص 2 وهكذا. هو بيشتغل عند كام؟ من الخمسه فيما فوق، من الخمسه فيما فوق، فعشان اروح للخمسه لازم ابدا اب، يعني 1 2 3 4 5 كده غير، كملت اب 6 7 8 9 يفضل محتفظ بالتغيير. رجعت داون من 9 رجعت ل 8 لسه شغال، من 8 ل 7 لسه شغال، من 7 ل 6 لسه شغال، ل 5 لسه شغال، تحت ال 5 يعني بره الرينج بتاعه، فيرجع تاني يروح فاصل تاني. عشان افهمك هقول لك تطبيق عامل ليه وتقتنع قوي بيه. انا ممكن فينا الاقي الكاونتر الاب اب داون مع بعض. الجراج بتاع العربيات لازم يكون معمول بكاونتر اب داون، سواء بالبي ال سي او بالكنترول او بالمايكرو كنترولر، لازم يكون كاونتر اب داون. يعني ايه؟ العربيات اللي داخله من باب الدخول يعدها ايه؟ اب. فلو عد 5 معناها الجراج جوه كام؟ 5. لو خرجوا 2 هيعدهم ايه؟ داون. 5 ناقص 2 3، يبقى معناها ان اللي جوه الجراج قد ايه؟ 3. قولت ليه المثال دوت؟ هنتناقش في الموجود عندك، بس فهمتوا المثال ايه؟ ممكن اعمله في حاجه ثانيه. لو انا عندي خط انتاج مثلا في منتج بدخل مثلا، ولنفترض علب، العلب دي تتعبى بويه مثلا، فبيعد العلب اللي دخلت، دخلوا 1000 علبه في النهارده. مش شرط ان يكون خرجوا 1000، لان ممكن في حبه باظ راح جرى لهم ايه؟ استثنيناهم، يعني رميناهم، حصل فيهم مشكله، الوزن طلع اقل من الرينج فما خرجهمش، رماهم، حطهم مثلا عشان تعمل لهم ريسايكلينج ولا حاجه. فاللي دخل له 1000، اللي خرجوا 900، يبقى النهارده فيها هوالك قد ايه؟ 100، فيبقى عارف الهوالك قد ايه. نشوف بقى في الكتاب معموله ايه؟ الدياجرام بتاعته مثلا. صفحه 180 نشوف دلوقتي انا ما مان الاي 00 بيعمل اب والاي 0.1 بيعد داون.
لما دوست اب مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وصل لكام؟ لخمسه. احنا كنا ظابطينه عند اربعه، فمن اربعه راح عمل ايه؟ غير وضع الكونتاكت. لو دوست داون رجع لاربعه بس لسه محتفظ بالتغيير لان ما نزلش تحت الرينج بتاعه. دوست داون تاني بقى ثلاثه كده، لا كده يروح راجع على اصله تاني عشان كده انا نزلت تحت الرينج بتاعه. رجعت عديت اب من الاخر، انا من يعني الرقم اللي انا ظابطه عليه لو انا جوه الرقم دوت يبقى كده مغير وضع الكونتاكت، نزلت تحتيه يبقى كده رجع زي ما كان. عايز ترجعه لزيرو يا اما ترجع مارشدير سنه سنه يعني داون 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 لغايه ما يروح لزيرو، يا اما تعمل له ايه؟ ريسيت. اوكي؟ ده الفرق ما بين الاب والاب داون، ان الاب ملوش غير ريسيت بس. الاب داون ممكن ارجع مارشدير سنه سنه يعني 3 2 1 لغايه ما اوصل للزيرو. اوكي؟ التطبيق بتاع الاب داون انا ممكن اعمله مع الاب لوحده والداون لوحده، بس الموضوع هيبقى رخم جدا. ما فيش حاجه اسمها ريستاي لان الريست خلاص ده انت كده يعني وصلت للارض زيرو. هنا انا عشان ارجع للزيرو في التمرين دوت يا اما اعمل داون 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 داون، لو هو مثلا مصوت على خمس يبقى اعمله كم مره داون؟ او ادوس مره واحده ايه؟ ريست. اوكي؟ الداون بيرجع لي اللي انا عايز ارجعه سنه، يرجع يرجع واحد عن اللي انت واقف عليه، والاب يزيد واحد عن اللي انت واقف عليه. الشغل معقد ده مش معقد ولا حاجه، هنحطه في تمرينها مثلا كده. مش شرط يعني جراج ما فيهوش حاجه، يعني جراج كامل حجمه بيشيل 500,000 عربيه هيتعمل بايه؟ كاونتر اب داون. يعني كاونتر داون هو بيعد بيعد من الرقم وينزل لغايه الصفر، لغايه الصفر. لا ده بينزل بسالب بالظبط. يعني ممكن هنا لما وصل لعدد العربيات اللي عنده هيقفل دوت مش هيدافع حاجه. برنامج بقى يعني مثلا ممكن اقول له انت الجراج ده بيشيل 10 عربيات. طول ما القيمه بتاعتك اقل من 10 هو لسه ما غيرش وضع الكونتاكت صح؟ فاللمبه دي خضراء، دي لمبه خضراء دي لمبه حمراء. لو انا الجراج بتاعي بيشيل خمسه مثلا، هو دخلت عربيه لسه فاللمبه خضراء من ورا، الثانيه لسه، الثالثه لسه، الرابعه لسه، الخامسه ده عمل ايه؟ طفى الخضراء نور ايه؟ الحمراء وقفل الباب، باب الدخول مش شغال بس باب الخروج ايه؟ شغال. خرجت عربيه يبقى كده رجع لكام؟ عشان عدها داون، فيروح فاتح باب الدخول ويروح منور اللمبه الخضراء تاني. التمرين دوت ما رجعناش حاجه اسمها كومبير. الكومبير شفت هو قال البرنامج ازاي؟ قال ايه؟ قال اكتر من 50 اكتر من 50 اكتر من 100 اكتر من 150 صح؟ في مفتاح اوريدي في البي ال سي اسمه لو اكبر من او يساوي 50 اعمل كذا، لو اكبر من او يساوي 100 اعمل كذا، لو اكبر من او يساوي 150 اعمل كذا. فبالكومبير برنامج نعمله في 30 ثانيه في حته قد كده. تمام؟ وهيبقى كام كاونتر؟ هو واحد صح؟ بس نوعه ايه الكاونتر؟ لان في عربيات بتدخل وبيجري لها ايه؟ تخرج صح؟ لو عايزين نعمل برنامج بالكاونتر تعالى برضو مع حسب نشوف الكاونتر اب ولا داون، يعني اب من داون ما يفرقوش كتير. بعد كده نعمل تطبيق للاب داون لوحده. عايز اعمل مثلا برنامج بيقول هنشوف دلوقتي، هفكر في حاجه سهله الاول وبعد كده نعمل حاجه سهله مع بعض. ادوس على الاي 0.1 يشغل الموتور مثلا او المكنه كيو 0.1، افصلها تفصل اي 0.0، اشغلها تشتغل افصلها تفصل، بس بشرط المكنه دي من حقها تشتغل خمس مرات بس. يعني هدوس هتشتغل افصلها تفصل وهكذا، المره الخامسه ادوس تشتغل افصلها تفصل، المره السادسه اجي اشغلها ما يرضاش غير لما صاحب المصنع بنفسه يعمل لها ريسيت. اوكي؟ اما يتعمل لها ريسيت مخصوص المكنه دي. فليكن بقى بتعمل مثلا شغلانه مهمه جدا فمش المفروض ان هي تشتغل على الفاضي، يعني يعني شغلتها دي مهمه جدا فبتشتغل مره واثنين وثلاثه مثلا، بتشتغل شغلانه لمده ساعه شغلانه لوحدها، فبعد خمس مرات تفصل، يجي واحد من الصيانه من المهندسين يشيك عليها كله تمام يعملها ريسيت ويجربها تاني. ريسيت على الفكره في الكاونتر بقى بالظبط، انت عشان انت دماغك جوه البرنامج فاهم هنعمل ريسيت لايه، لكن هو بالنسبه له بيعمل ايه؟ بيدخل مفتاح ويلف يقول لك كده جاهز، هو ملوش دعوه بقى عملنا ريسيت ليه. بالظبط اللي هو في التشغيل يدوي وفصل يدوي خمس مرات، مع كده الريسيت هيكون مفتاح مثلا، بس احنا هنعمله دلوقتي ايه؟ عادي اي 0 اي حاجه، اي 0 5 اي 0 6. ندوس على اي 0.1، ادي الاي 0.1 لاتش عشان مش هفضل دايس على طول، هدوس واشيل كيو 0.1. الاوتبوت اللي هو مين؟ كيو 0.1. في مفتاح ايقاف اللي هو الاي 0.0 صح؟ دوس تشتغل دوس تطفى، بس لو قعدت اشغله 100 مره ما حدش هيقول لي حاجه، فلازم نعمل كاونتر بيعد له خمس مرات بتوعه عشان بعد كده يفتح هنا ويقول له ايه؟ وقف على كده. مين اللي يخلي الكاونتر يفهم انه اشتغل مره واثنين وثلاثه؟ المفتاح بتاع الاي 0.1
هنتخانق برضو اللي هو كي 0.1 صح؟ ليه مش المفتاح؟ تعالى نعمل بالمفتاح ونشوف. لو انا خليت الاي 0.1 هو اللي بيشغل الكاونتر مثلا في الحاله دي ممكن كاونتر اب او داون ماشي كاونتر اب مثلا سي 10 بالظبط. لو حد قاعد يلعب في المفتاح والموتور شغال ده انا ممكن في مره واحده اخليه فهم انه اشتغل 100 مره مثلا. فلو قعدت تدوس على الاي 0.1 20 مره في اثناء التشغيل مره واحده بس هو هيفهم ان هو اشتغل 20 مره مع انه ما اشتغلش غير مره واحده. فالصح ان يكون ايه؟ كي 0.1 اشتغل مره هيعد مره، اشتغل 100 هيعد 100 صح؟ ها لما يعد خمس مرات عامل ايه؟ هتلاقي النقطه اللي اسمها سي 10 جرى اللي هي فتحت. اوكي؟ صح؟ اعمل له ريسيت من الاي 0 بوينت لا ما ينفعش بوينت 0 اي 0.3 بس. في غلطه كبيره جدا في البرنامج ده. هو ده هيشتغل كم مره؟ ها ستة؟ لا خمسة؟ لا هو عشان مش ستة ومش خمسة بأربعة؟ ها أنا ألومك على كلمة ترتيب لأن هم كلهم اتنين نتورك فلو بدلتهم مش فارقة. ايوه هو هيقرا اربعه واول ما يقول يا هادي في المره الخامسه هقول له بس انت كده خمسه واحنا متفقين على خمسه انا عامل فيه ايه؟ يعني بالظبط دوست واحد عد واحد اثنين عد اثنين اربعه عد اربعه اول ما اشتغل وقال دي خمسه راح ده عد خمسه راح قال له ايه؟ يعني اشتغل اربعه وفي المره الخامسه عمل ايه؟ رعش صح؟ صح؟ اول ما اشتغل راح طفى على طول مش راح تشوفه حتى شغال. فانا عايز اقول له بعد اذنك لما يخلص الخمس مرات يخلص يعني ايه يخلص؟ لا ستة مش حلوة يخلص نيجاتيف بيتش اشتغل اول مرة ما عدهاش لما فصل راح عمل ايه؟ عدها اشتغل الثانية ما عدهاش لما فصل عدها اشتغل الخمسة ما عدهاش اول ما فصل الخمسة راح عمل ايه؟ قال له انت هيعد عند الفصل بالظبط. فضمنت ان بعد ما دوت يشتغل خمس مرات ويفصل هيقول له ايه؟ ما تشتغلش للمره السادسه. صح؟ عادي بقى ده مفتاح مثلا ده ممكن يكون مفتاح بكي عادي خالص موجود مع السوبرفايزر بتاع المصنع يجي هو يروح مدخل المفتاح ولفه ويروح عامل ريست ويروح شايله وماشي. بعد ما يتمم مثلا على مستوى الزيت يعني مكنه غاليه جدا العامل ممكن يفضل يشغلها 100 مره ورا بعض ممكن يجرى لها حاجه تبوظ فبعد خمس مرات تقف لوحديها. لغايه ما السوبرفايزر يجي يتمم عليها كله تمام ومنسوب مثلا زيت كويس وكل حاجه يروح عاملها ريست ويروح ماشي.